مباراة الزمالك وبيراميدز مباراة في كاس مصر لكي تشاهد معنا المباراة ما عليك فضل الضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا الفيديو حتى النهاية ملعب في للمباراة ملعب كايرو انترناسيونال ستاديوم توقيت المباراة سوف يكون في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت قطر والسعودية والامارات والساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر أما القناة الناقلة للمباراة قناة أون تايم سبورت وحيد الناقل الحصري للمباراة تجدون البث في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك الاشتراك بالقناة وتفعيل خاص ترزا ترى لكي يصلك المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب لكم موعد في موعد قادم